سعيد ان انا اكون موجود معاكم وان انا اقابلكم ويبقى في تعاون بيننا وبين الاتحاد ان شاء الله. التعاون يستمر مع الاتحاد ومع مركز مبادره كمان. نبذه بسيطه عن معهد. معهد هي مؤسسه اهليه مشهوره في 2005. اشتغلنا في المجتمع المدني المصري. شفنا بعض الكلام صح؟ احنا شغالين من 2005 في 4 ميادين عمل رئيسيه. بنشتغل على الانتخابات والمشاركه السياسيه والتحول الديمقراطي. بنشتغل على السلام المجتمعي ودعم الفئات المهمشه. بنشتغل على المحليات واللامركزيه. بنشتغل على الاليات الدوليه لحمايه حقوق الانسان. كل ميدان من الميادين دي احنا شغالين عليه من 2005 لحد النهارده. بس بنشتغل بالمشروعات. يعني لو جينا اتكلمنا مثلا عن الانتخابات وبالنسبه يعني لسه مخلصين الانتخابات البرلمانيه، احنا اشتغلنا على الانتخابات من 2005 لحد النهارده، راقبنا كل الانتخابات اللي وجريت في مصر في المنطقه العربيه، راقبنا في العراق، في السودان، في تونس، في المغرب، في الاردن، في الجزائر، يعني مش عايز انسى دول. وكان من حسن حظنا ان احنا في 2008 كنا راقبنا الانتخابات ما بين اوباما وماكين في امريكا. اسسنا شبكات. كان عندنا الاول شبكه الانتخابات في العالم العربي اللي كانت من 2006 لحد 2013. بعد كده انضمينا في البعثه الدوليه المحليه المشتركه اللي هي كانت بتضم ثلاث مؤسسات دوليه اللي هي الشبكه جي ان ار دي في النرويج والمعهد الدولي على الاداره والسلام في سويسرا. وكان معانا الكوميسا اللي هي المنظمه الافريقيه بتضم 19 دوله افريقيه. واعتقد كنا احنا اضخم بعثه موجوده في مصر في اللي تبعت سواء الاستفتاء على الدستور او الانتخابات الرئاسيه او الانتخابات البرلمانيه الاخيره. ده مثلا على سبيل المثال في هذا الميدان يعني من ميادين العمل. احنا بنتعامل مع جهات منحه كتير. تقريبا تعاملنا مع حوالي 18 جهه منحه. عم نفذنا حوالي من 25 ل 30 مشروع تنموي. للاسف البروشورات مش معايا، بس اللي يقدر يخش على موقع معك هيتابع كل ده. احنا في المرحله اللي جايه من يناير 2016 عندنا خطه للعمل في ثلاث مشروعات، منهم مشروع ممول من الاتحاد الاوروبي. ده خاص بحاجه اسمها اليو بي ار، الاستعراض الدولي الشامل. الاستعراض الدولي الشامل ده هي اليه من اليات الامم المتحده اقرت في 2008، ومقتضاها كل دوله من دول العالم بترضع مره كل 4 سنوات في جنيف عشان تستعرض حقوق الانسان لديها. احنا اشتغلنا جزء كبير منها وكنا بنمثل تحالف في 2010 و2014. ووفقنا مؤخرا ان احنا نحصل على تمويل من الاتحاد الاوروبي وخدنا موافقه من الحكومه المصريه، وبالتالي هنبدا تنفيذ المشروع في يناير. المشروع هدفه الاساسي ان انا ادرب اعلاميين وصحفيين ومنظمات مجتمع مدني على ازاي يتعاملوا مع هذه الاليه، ازاي تعرف يعني ايه يو بي ار والاليات الدوليه، ازاي تكتب تقارير، ازاي تتواصل مع مجلس حقوق الانسان في جنيف. وفي نهايه المشروع، المشروع مدته سنتين، في نهايه المشروع كمان بنكون شبكه من 25 منظمه اهليه على الاقل. الشبكه دي احنا بنستعد عشان تحصل على الصفه الاستشاريه، وفي نفس الوقت دول اللي هنعد بيهم التقارير اللي هنرفعها للمفوضيه الساميه للامم المتحده. مشروع صعب جدا، تفاصيله كثيره جدا، مشروع خطر، مشروع عامل ازعاج لناس كتير، لان الاول مره الاتحاد الاوروبي يمول مثل هذه المشروعات وتعبنا فيها. يعني احنا تعبنا فيه كتير. المشروعين التانيين اللي احنا هنشتغل فيهم بالجهود الذاتيه سواء عن طريق متطوعينا او معهد تدفع بعض النفقات الضروريه او التكلفه الضروريه. مشروع خاص بتقييم اداء نواب البرلمان، ولسه مختلفين في الكلمه، هل هيبقى تقييم اداء النواب ولا تقييم اداء البرلمان؟ وما زلت لسه انا شغال مع المستشارين بتوعنا، لان احنا يعني بالتاكيد ما فيش فرد واحد بيدير هذه المنظومه، احنا عندنا بنستعين بناس ذوي الخبرات. لان اداء نواب البرلمان يبقى هشتغل على النواب، يعني اجي على النائب مثلا بتاع قرموز هو ده اللي هنحطه في دماغنا، يبقى هو ده اللي هنقيمه. حضر كام جلسه، اشتغل كام لجنه، عمل كام طلب احاطه، كام استجواب، فده هيكلفنا مصاريف كتير قوي، مش صعب ان احنا نعملها بالجهود الذاتيه عشان تشتغل على ال 205 دايره مثلا لو انت تشتغل على الدوائر. ولذلك من فقر يبقى هو تقييم اداء البرلمان كبرلمان، نشوف المشروعات القوانين اللي بيدرسوها، نشوف كام لجنه، هل هتفضل 19 لجنه ولا هتتعدل وهكذا.
لكن هو في النهايه هيبقى المشروع تكلفته الماديه بالنسبه لنا قليله، لان هنعتمد على خبرات اللي هي الناس اللي بتشتغل بقى على السوشيال ميديا، لان هنعمل موقع او صفحه على الفيسبوك، وكمان بنفكر نعمل حاجه اسمها ابلكيشن موبايل، لان دي عندنا في مشروع اليو بي ار عندنا ابلكيشن موبايل بنبعت للناس كل ما يتعلق باليو بي ار. فبنفكر نفس الشركه اللي هتعمل لنا الابلكيشن ده لو سي هيكلف 10,000 جنيه، طب اعملوا لنا بقى ابلكيشن تاني كده محبه او بتكلفه بسيطه يعني، اللي هو يبقى بتاع تقييم اداء البرلمان. وفي نفس الوقت هنعمل جلسات استماع زي كده، جلسه زي كده في مكان في قاعه مثلا اتفقنا مع الجمعيات، يجي عضو البرلمان اللي احنا مثلا داعينه يبدا يتكلم مع المواطنين او الناخبين بتوعه ويسالوه مثلا كان في مشروع الجامعات الاهليه معروض قدام البرلمان، راي حضرتك فيه ايه؟ عملتوا ايه؟ سويتوا ايه؟ وهكذا. ما هياش جلسه محاسبه على قد ما هي جلسه تقييم للاداء. المشروع الثالث اللي برضه احنا هننفذه في المرحله الاولى، وبرضه تقييم الاداء البرلماني في المرحله الاولى تمويل ذاتي، لان احنا هنبحث ليه عن مصادر تمويل. هو اداره الحملات الانتخابيه وقانون المحليات. المجلس المحلي خلاص يعني اول ما هيتشكل البرلمان من ضمن اولى القوانين اللي هتعرض عليها هو قانون الاداره المحليه. وبالتالي هيبدا يتحدد ميعاد الانتخابات المحليه. انتوا عارفين طبعا عدد اعضاء المجالس الشعبيه المحليه على مستوى مصر قد ايه؟ على مستوى مصر عدد اعضاء المجالس الشعبيه المحليه كام يا استاذه؟ لا زي ما هي قالت حد عارف؟ محدش عارف. على مستوى مصر كلها 54,000 هم 53,000 و10 في 2008. من المتوقع ان في 2016 يبقوا 54,000 55,000 حسب القانون وهيطلع. يعني لو اتكلمنا على ان هم 53,000 فعندك 53,000 عضو مجلس شعبي معاك. عدد الشباب فيهم قد ايه بقى؟ انت عندك دلوقتي طبقا للدستور 25% شباب و25% مرأة. وبالتالي هم دول القطاع اللي هنشتغل عليهم. هنلف المحافظات كلها وهنبقى بنشتغل على شريحة الشباب، يعني الشريحة اللي هي نقدر نقول مثلا من 21 سنة لحد 29 سنة. 35 يعني انت عايز تدريب الشباب كمان 20 ل 25 احنا كده نقوم نروح بقى ايه؟ 25 25 لا هو الشباب هو سن الشباب طبقا للمعايير الدوليه، طبقا للمعايير الدوليه الشباب من 18 ل 29 في المنطقه العربيه. سياده الجنرال الشيخ شوقي سياده الجنرال رفعت قمصان في الاجتماع بتاع مجلس الوزراء قال لك ان عدد يعني سن الشباب لحد 40 ولكن بس اذا عرفت سنه صغيره مرحلتنا مش خلينا ماشيين مع انا رايي لحد 60 لا يا عم الشباب 29 سنه ده في رؤساء وزراء في دول اوروبيه 30 و35 وعندنا هم ان شاء الله دلوقتي في مصر البرلمان عندهم 25 سنه صح ولا غلط؟ اسمها ايه؟ نهله مصطفى الطرصان النخله الحميلي دي اصغر عضو البرلمان اللي هي 25 سنه بس اللي هي تبقى موجوده في البرلمان مع الدكتوره امنه نصير يعني. وكمان السنه دي انت عندك الاثنين اللي هيفتتحوا الجلسه الاولى اثنين ستات يعني ما شاء الله تمكين. عارفين كم واحده ست دخلت البرلمان السنه دي؟ 89 89 89 او 89 9 شباب. طب احنا نقول نروح بقى اعلانيات وبندعم المراه والستات يا عم هم مش عارفين. لا ها 73 بالظبط. ايوه بس لسه الرئيس هيعين يعني في نسبه الرئيس هيعين فيه اكيد اللي ما هو الرئيس مش عايز يعين. في فيديو في فيديو وما بعرفش اعمل مونتاج سن الشباب بقى خلاص 29 و35 وغايه 40 احنا الشباب خلاص احنا بنعاني استاذ سلام من مجلس محلي. لا وهترشح نفسها في مجلس محلي ولا تاني؟ ويا ريت كلكم ترشحوا نفسكم في مجلس المحلي لان انا اتصور من وجهه نظري كل الناس اللي هترشح نفسها ممكن تنجح. احنا لو هنتكلم في 54,000 واحد والتجارب اثبتت على مدار تاريخ مصر كلها في الاداره المحليه مفيش ولا مره ان المجلس المحلي بيهتم. يعني المرشحين كانوا بيقعدوا يدللوا عشان يكملوا العدد. يعني لو احنا عايزين 24 مرشح فمش عارفين نكمل 24 مرشح. فبالتالي
فرصه كبيره لاي حد يرشح نفسه ان هو ممكن ينجح يبقى عنده فرصه نجاح قوي. فاحنا هنعمل تدريب على اداره الحملات الانتخابيه وقانون الاداره المحليه، وده هيكون للشباب. احنا هيبقى نسوي السن اللي احنا حاطينه في معك لحد سن 29، انا مش عايز فوق ال 29 حتى لو هو بيعتبر شاب، ويمكن ننزلها كمان من عن 29، لان انا عايز اشتغل على شريحه معينه من الشرايح، هم اللي بيكونوا بيتدربوا وهم اللي بيكونوا بنرفع قدراتهم ومهاراتهم، علشان هم دول بالفعل اللي ممكن بعد 4 سنين وخمس سنين يبقوا يدخلوا كمان في البرلمان، وهم دول اللي يقدروا يديروا. يعني احنا خلاص مش معنى ذلك ان الناس اللي فوق هذا السن ما لهمش لازمه، لا، لكن هي في النهايه انت عندك كل المنظمات فوق الانسان ان هي تهتم بالشريحه الثانيه بقى 25% ثانيه من المره اللي هي فوق ال 40 سنه، ده هي ده المفروض ان هو فعلا يعد. نعد اللي فوق ال 40. اه ليه؟ بقول لي ليه؟ بقول لحضرتك ليه؟ لان في داخل الجامعات هم عارفين النقطه دي كده ولا ما بتكلمش. هي زعلانه ليه مني؟ انا مش قصدي حاجه والله. وعلى فكره ده المغزى من اتحاد الاعلاميات، بس حضرتك برضه بتقول اشمعنى التصنيف ده يعني ليه؟ بالعكس انا مع التصنيف. انا مع التصنيف. احنا بس كنا بنأمل ان المنظمات دي والانسان والمجتمع المدني هي تهتم بالشريحه دي. ليه بقى من حول حضرتك ليه؟ لان احنا لغايه دلوقتي الصف الاول كله هو المتمكن من الحياه في المجتمع المدني والعمل العام. وكذلك المؤسسات التنميه. الصف الثاني والثالث مش موجود، بيشتغل بس مش موجود. يعني ورا، بس هو شغال بس ورا. فاحنا كنا بنعمل بس ان يعني يبقى في نظره للفوق سن 40 من حيث التدريبات عن المحليات. انا متفق مع حضرتك. بس انا اقول لحضرتك يعني انا وانا بتكلم قلت ان في 25% هي الكوته المتاحه. انا عن نفسي كماعد وكايمن مهتم بشريحه بميدان عمل معين، فعايز افضل مكمل فيه. ليه؟ لاني انا لما هعمل برنامج انا هاخد الناس دول مش عشان اشتغل بيهم محليات واسهم. انا عندي خطه استراتيجيه. انا عندي خطه استراتيجيه، يعني انا عندي حتى برنامج التحول الديمقراطي احنا كنا بنعمل اكاديميه. انا مش عايز اعطل بس ان الناس عندها وقت، يعني انا معطلكم. لا كمل حضرتك. يعني خمس دقائق اوكي. في عجال، انا كنت بعمل مشروع اسمه اكاديميه الديمقراطيه في الوطن العربي. اكاديميه الديمقراطيه في الوطن العربي ده انا كنت بعد ليه من سنه 2010 من قبل الثوره. ده خطته الاستراتيجيه كانت 25 سنة. والفئة المستهدفة عندي اللي كانت موجودة في التدرجات بتاعتها في الأكاديمية بتبدأ من 7 سنين. لأني أنا أؤمن إن أي تحول ديمقراطي في أي دولة لو عايز تحط خطة عمل تبقى مش أقل من 25 سنة. فأنا لو جيت اشتغلت على اللي سنه 40 أو اللي سنه 35 أو اللي سنه 30 مش هيكمل معايا خطتي اللي أنا عايزها. أنا عايز آخد العيل الصغير ده أبدأ أربيه في برامج تدريبيه واحده ورا واحده ورا واحده ورا واحده عشان يوصل لما يبقى عنده 30 سنه او 35 سنه يبقى هو ده الوزير، هو ده عضو البرلمان اللي فاهم وواعي ودارس، هو ده اللي مدير بنك فاهم يعني في كل القطاعات. لكن طول ما احنا شغالين بنفس الطريقه اللي بنشتغل بيها هو ده اللي ادى الى فشل مصر، ان احنا دوله ليست دوله مؤسسات، احنا دوله اشخاص. هيجي حد يهدي كل اللي انت بنيته ويبدا يخطط على اول وجديد، عشان كده احنا ما بنتقدمش. بعض الدول اللي مرت بازمات ومرت بكوارث لما قفلوا على نفسهم زي الصين مثلا لما قفلت على نفسها، صح يا استاذ رشاد؟ لا من ديني ولا من ديني ولا من ديني كنت من دين اي حد، دين رباني حبيبي يا باشا. فهم دول لما قفلوا على نفسهم واشتغلوا قادوا العالم، يعني بقوا الدوله رقم. فعشان كده احنا لو حطينا هذه الخطه الاستراتيجيه، فانا لما بقول انا بشتغل على الشباب بالسن ده لان انا مش واخده عشان اعمل له ورشه تربيه وسيبه، ده انا واخده من ايده كده بمشي معاه لحد ما انا عارف انا عايز اوصله لحد فين. ولذلك حتى في مشروعاتنا احنا في معي في ميادين العمل ما بتلاقيناش اشتغلنا مشروع ووقفنا. لما اشتغلنا على مشروع مثلا الحريه للجميع في ميدان السلام المجتمعي، لما اشتغلنا عليه من 2005 انا لحد 2015 وانا شغال في هذا الميدان مشروعات ورا بعض. اخلص مشروع، اخد نتائج المشروع، احللها اطلع منها مشروع تاني. ومعايا الفئه المستهدفه، ما باخدش حد ادربه وارميه. هو موجود معايا بيكمل معايا بيكمل معايا بيكمل معايا بيكمل معايا. فهي دي الفكره. البرامج اللي احنا زي ما حضرتك اتفضلت وقلت انا متفق تماما معاك. عملناها مع هانس زايد الالمانيه في لا مركزيه مستجيبه لحقوق المواطن. كنا بنلحم، اسف يا مش عارف
عشان اسف بالبلد، بنلحم الشرايح الزنية في بعض. فكنا بنشتغل على المبادرات المحلية لما دربنا 160 فتاة، دربناهم كانوا كتاكيت صغيرة كده، وكان كل مجموعة بتعمل مبادرة، المبادرة دي في حدود 20,000 جنيه علشان يشتغلوا جوه مناطقهم المحلية. كنا بنشتغل على أصغر وحدة محلية، لكن في نفس الوقت كنا بندرب الموظفين في الإدارة الوسطى، يعني ما خدتش من تحت خالص وما خدتش من فوق خالص، أنا خدت الإدارة الوسطى دي تبقى مع البنات اللي هم بيعملوا المبادرات، لأن هم دول الإدارة الوسطى اللي بعد 3-4 سنين هم هيبقوا الإدارة العليا، وهم دول اللي هيساعدوا الفتيات. فلأن كان المشروع كان تركيبته كده، تركيبته إن ده هياخد بإيد ده ويطلعه فين. لكن ما فيش ما يمنع تماما ان احنا نخصص برامج في الاداره المحليه لكل الناس اللي هي في سن ال 40 وفي سن ال 50. بس احنا لما طرحناها وحطيناها في النقاش قلنا مهم ان دول يتعاملوا مع مين بقى؟ مع اعضاء المجالس الشعبيه المحليه القدام اللي هم كلهم حزب وطني، وما عندناش مشاكل ان هم كلهم حزب وطني وان هم يتعاملوا، بس لان هم دول عندهم بقى الخبره، دول اللي كانوا في دولاب العمل، وبالتالي هم يقعدوا مع بعض ماشي، بس سيبونا الشباب بقى، لان الشباب دول احنا محتاجينهم ان احنا الشباب اللي هم لا يلوثوا بالافكار الفاسده بتاعت زمان. احنا عايزين ناس تؤمن بتداول السلطه، تؤمن بحقوق الانسان، عندها خبره في المبادرات التنمويه، عندها احساس المواطنه اللي احنا مفتقدينه. لما بنقول للناس اشتغلوا على البرامج التنمويه، انت اللي تحدد مشكلتك في منطقتك. هنا احنا منطقه ايه؟ المنشيه مثلا. مش عارف مين جنكيز ده؟ جنكيز خان ده؟ اسمها جنكيز. ايه؟ جنكيز. مش بقول لك المنشيه ماشي، فيجوا الناس بتوع المنشيه هم اللي يحددوا مشكلتهم ايه؟ ادي نمره واحد، وهم اللي يقولوا لنا اليات حل المشكله دي ايه، وهم اللي ينفذوا الحل، ويبقى احنا دورنا داعمين ليهم في تنفيذ هذه المشكله. فانا هنا بعمل ايه؟ بعمل مواطنه حقيقيه، انا عايز احول الشخص اللي هو فرد على ارض موجود حكومه بتامره ينفذ او هو انسان سلبي، ان هو يبقى بيشعر ان البلد دي بتاعته، انا مواطن في وطن، وبالتالي انا اللي حددت المشكله، وانا بقول لك تتحل ازاي، وانا بقول لك هنعملها ازاي، ومش عايز منك فلوس، انا هو ببني في بلد. هتلاقي عمود النور ده اللي انت عملته انت لا تخاف عليه، لكن النهارده انت لما انت ماشي بتلاقي قاعد بتكسر الكراسي والصفه، لان يقول لك ايه، ولما تيجي تكلمه اقصى حاجه يقول لك ايه يا عم انت مالك، هي فلوسك دي فلوس الحكومه. يا حبيبي فلوس الحكومه هي فلوسنا اساسا، هي الحكومه، عشان كده احنا عايزين نزرع. والبرامج اللي احنا نعملها المحليات يا جماعه هي اللي هتحكم البلد، مش مجلس الشعب، مش البرلمان. الديمقراطيه اللي جايه هي الديمقراطيه المحليه، وهي دي هتبقى الحضانه او الحضانه اللي انت هتفرغ منها الناس اللي تبدا. عضو البرلمان هيبقى نائب برلمان يشرع ويراقب ويناقش موازنات ويوقف ويصدق على معاهدات. فكره نائب الخدمات دي خلاص بقى، واول ما يبقى عندي قانون اداره محليه وعندي محليات قويه طبقت الدستور في فيما يتعلق باللامركزيه، اصبح القرار كله في ايد المحليات. اللامركزيه هي اللامركزيه الاداريه، ان انا بدي الحق لاصغر وحده محليه ان هي تجمع مال وتحدد فيما ينفق هذا المال. يعني اصبح النهارده تبقى الوحده المحليه بتاعت القريه او المركز او المدينه او الحي، وهم قاعدين هم اللي بيحققوا المنتخبين، هم اللي بيحطوا خطط التنميه، وهم اللي بيقول لك ممكن نفرض رسوم على كارته ورسوم مش عارف فين ورسوم فين، فيجمع مال، وبدل ما كان بيجمع المال ويوديه للمؤسسه العامه للدوله بقى عندي انا اللي هشتغل بيه. بس انا مش هتطور على حضراتكم، بس في حد عنده اي سؤال؟ شكرا.